طب الحمد لله. طبعا الشوط الاولاني انتهى واحنا لسه عندنا شوط تاني في القاهره، ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ناخد البطوله بيها ان شاء الله بشكل كويس جدا. طبعا مباراه خصم محترم جدا، فرقه الترجي فرقه محترمه، احنا يعني كنا بنحاول ان احنا نخش الجيم بشكل كويس وان احنا نقدر ان احنا نحرز هدف هنا، بس طبعا الحمد لله ان المباراه يعني انتهت بشكل كويس. طبعا دي النتيجه خادعه، نتيجة مش امان، يعني احنا مجهزين نفسنا ان شاء الله الماتش التاني يبقى في مصر بشكل كويس. كابتن خالد، جماهير الكرة المصرية عايزة تطمن عن اصابة علي معلول. لا طبعا انا ما اقدرش اقول لكم على اصابة علي دلوقتي، لسه هنعمل اشعة ونطمن عليه، وان شاء الله اول لما نعرف التشخيص هقول لكم على طول، وهنطلع بيان الناس من النادي باصابته، يعني ان شاء الله يبقى كويس. يعني التشخيص الاولي ما اقدرش اقول لكم بصراحة ايه هي، لما هنشخص علي لعيب كبير ونجم كبير جدا، يعني ما ينفعش تقول اصابته كده من غير ما تتاكد، من غير ما تبقى فيه اشاعه كويسه، ونبقى ان شاء الله نطمن عليه كلنا يعني ان شاء الله. بقى لمباراه العوده لسه بقى ما نروح ان شاء الله، لسه احنا النهارده يعني هنطلع من هنا على طول على المطار ان شاء الله، ونسافر ونحط الجدول بتاع الاسبوع الجاي وربنا يكرم ان شاء الله. ده بصراحة الاستقبال كان جيد جدا من أول رئيس النادي، بشكر طبعا الأمن بصراحة كمان عمل معانا شغل كويس جدا، وحاول بقدر الإمكان إن هو يأمننا بشكل كويس جدا. كل الناس هنا بصراحة كانت بتتعامل معانا بشكل محترم. لا هو بس حصل بس سوء، يعني حصل، لا في حاجات بتبقى موجوده في اللوائح، احنا بنبقى محتاجين ان احنا نعملها. طبعا المفروض ان انا كنت اجي المباراه هنا الاقي الملعب متجهز، ان انا عندي تمرين، المفروض ان احنا اخر لا انت بتسالي وتجاوبي ولا بتسالي بس؟ اسالي وانا جاوب. طيب لا يعني بس، فهي الفكره زي ما بكلمك ان هي طبعا كان المفروض ان احنا نيجي نلاقي الملعب جاهز، ما فيش توضيبات، ما فيش الملعب بيبقى مرشوش ميه، ما فيش الدرون ده، ما فيش تجهيزات، الكاميرات ما بتبقاش شغاله، هي دي الحاجات البسيطه بس اللي حصلت امبارح وانتهت يعني. شكرا.